دكتور عمرو، اشتغلت مع اللعيبه نفسيا ازاي بعد ماتش ماجدبرج؟ طبيعي يبقى فيه احباط، يعني دايما اللعيب في ماتش الثالث والرابع ده بيبقى اللعيب في الاغلب محبط جدا، لان انا في ماتش السيمي فاينل انا ما كنتش بعيد، انا كنت متفوق طول الجيم. فبعد الدروب اللي حصل ده ازاي اعدت للعيبه الحوافز والدوافع مره ثانيه؟ هو دايما بعد اي هزيمه الفرقه بيبقى متوقع ان هي تقدر تعملها ويحصل عكس المتوقع، بيبقى احسن سيناريو ان انت ما تواجهش او تخش في حديث، لان تقريبا ما حدش هيبقى سامعك، هو كله في جواه حزن كبير للحدث. فتاني يوم كان الموضوع نوعا ما ان هو يبقى كل لعيب استشفاء ذهني الانديفيدوال لوحده، ان هو نبدا بس نعدي اليوم اللي بعده، نبدا نجهز تدريج اليوم اللي بعده. فكان في وحده جيم ريكفري، وكان في ريكفري عادي، كان في كان الهدف الاساسي ان احنا كلنا نبقى مع بعض، ما يبقاش في ناس قاعده لوحديها زعلانه، او ان يبقى في استقلاليه شويه. اليوم الماتش نفسه كان هو الشغل الاكتر، ان احنا نبدا نستعيد الثقه تاني، ان احنا مش عاوزين برضو نعمل ضغوط يعني من بعد الخساره، اللي احنا عاوز تكسب تاني، عاوزين نقدر نطلع كل الطاقه السلبيه في اليوم اللي قبله. اليوم الماتش عملت اليوم محاضره نفسيه ان احنا ان هم يقدروا ينجحوا، محاضره تحفيزيه تاني ان احنا هنرجع تاني وكمباك تاني وبليف تاني ان احنا ان شاء الله هنقدر نعملها. وكان في جزئيه مهمه جدا كنت انا وكابتن محمد، بس لقطه حلوه قوي اللقطه دي، يعني من اللقطات المبهجه ولا يا حميد؟